من رؤيا معلمنا يوحنا الحبيب يقول ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان وعاد يجينا من مجده وتنتهي لحزان تبقى السما كلها ليا واجمل ما فيها فديا تبقى السما كلها ليا واجمل ما فيها فديا ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح نفوسنا في اشتياق أن نمتلي بالروح وتفيد يا ربي فيا بمواهبك الروحية وتفيد يا ربي فيا بمواهبك الروحية ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار
الانتظار تاخذنا للامجاد واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا على الآلات نعزف له بلحنه الجديد نغني ونرنم له بأعزب الأناشيد نسبه هناك في جماله ونشاهد مجد جلاله نسبه هناك في جماله ونشاهد مجد جلاله ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخذنا للأسياد